طيب خلونا بقى قبل ما نطلع الفاصل اللي جاي نتابع مع حضراتكم في البدايه تمارين جديده مع كابتن ندى مدحت وهي مدربه بجيم السيدات بالنادي الاهلي بالجزيره. هنتابع معاكم هذا التقرير ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، لسه مستمرين في فقراتنا الحواريه في 10 الصبح في الاهلي، والفقره دي اكيد هنتكلم عن الاهلي لانه عنده ثلاث مواجهات قويه جدا خلال شهر سبتمبر في الموسم الكروي الجديد، يمكن هيستهل مشواره بسوبر الافريقي امام اتحاد العاصمه الجزائري، بعدها هيواجه سان جورج الاثيوبي ذهابا وايابا في الدور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا. يمكن كلام كتير جدا عن الاهلي وعن معسكر الاهلي ايضا في النمسا وعن مواجهات النادي الاهلي في سبتمبر والاستعدادات للموسم الجديد مع ضيفنا العزيز الاستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. نورنا ومشرفنا، صباح الفل عليك. اهلا بحضرتك واهلا باستاذ كريم واهلا بكل الساده المشاهدين وصباح سعيد عليكم. منور الدنيا كلها، اهلا بحضرتك. طيب خلينا نبتدي بقى كلامنا مع حضرتك عن المشوار اللي يعني قدام النادي الاهلي، وزي ما كانت مريم بتقول احنا عندنا يعني من هنا لغايه قبل اخر الشهر عندنا ثلاث لقاءات مهمه جدا، وعندنا خلال ايام تعال نبتدي بالماتش ده اتحاد العاصمه الجزائري ورؤيتك لهذه المباراه في ضوء متابعتك للمعسكر الايام اللي فاتت وكل اللي كان بيحصل فيه، يعني هيبقى له انعكاسات واصله لفين؟ هو طبعا المعسكر الاعدادي في اوروبا للنادي الاهلي دي حاجه احنا ما بنشوفهاش بقالنا كتير. اللعيبه كانوا محظوظين نوعا ما هذا الصيف ان هم قدروا ينهوا الضغط اللي كان عليهم طول الموسم بشكل مبكر شويه عن اللي كان بيحصل المواسم اللي فاتت، وقدرنا نشوف ان النادي الاهلي بقى لاول مره من فتره طويله يعني او بشيء مش متكرر بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بيعمل معسكر اعدادي خارجي بيبتدي يصفي الذهن من خلاله، بيبتدي بعد كده المدرب مارسيل كولر بيبتدي يطبق حاجات زي اللي تابعناها مثلا في المعسكر مؤخرا، ان هو بدا يوصل بعض الافكار الخططيه والتكتيكيه للاعبين في المؤتمر في المران في خلال المعسكر طبعا في النمسا اثناء المباريات، والضغط ما بقاش عنده نفس الفرصه دي ان هو يبتدي يطبق حاجه جديده او يطبق فكره جديده او يطبق تكتيك او طريقه لعب ممكن يلعب بيها اثناء المباريات، مش لازم يلعب بيها كل المباريات. كلمه النمسا حضر زميلنا العزيز فاروق صلاح من النمسا عشان برضه يعرفنا اخر اخبار المستجدات، نعرف منه ايه الجديد برضه عشان حتى ندمجها في مجمل اجابه حضرتك. زميلنا العزيز فاروق صلاح صباح الفل عليك واهلا بيك، اتفضل احنا سامعينك وعايزين نعرف منك بقى ايه اخر الاخبار والمستجدات. برحب بك يا كريم، برحب بك يا مريم، برحب بالاستاذ عبد القادر سعيد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلال الايام المعتاده خلاص لقاء متكرر وصباح جديد 10 الصبح في الاهلي من هنا من النمسا. وخليني طبعا ان انا يعني ارحب بكم جميعا، وزي ما قلنا يعني دائما من خلالكم ومن خلال قناه النادي الاهلي بنحاول احنا نرصد كل التفاصيل، نحط جمهور النادي الاهلي، نعيشهم الاجواء هنا في النمسا. تعرف كريم مرحله مهمه جدا يعني المعسكر الاعداد في توقيت نموذج بالنسبه للنادي الاهلي، وزي ما قال الاستاذ عبد القادر هي فرصه ان مستر كولر بيجرب من خلالها بعض الامور الفنيه اللي ان شاء الله ما الوقت ما بقاش يساعد ان هو يطبقها في المباريات، فاعتقد توقيت المعسكر كان مهم جدا، مردود ان شاء الله هيظهر على اللاعبين بدءا ان شاء الله من مباراه الاتحاد العاصمه باذن الله. الحالة المعنوية عند كل اللاعبين وخصوصا ان احنا بنتكلم على ان في يعني في جمال كده احنا بنشوفه في كل الصور والفيديوهات، والى اي درجة انت شخصيا شايف ان الموضوع ده ان شاء الله هيؤتي ثماره مع انطلاق الموسم الجديد ومع مشاركة النادي الاهلي في كافة الاستحقاقات اللي جاية ان شاء الله؟ يعني خليني اقول لك يا كريم، الحاله المعنويه عند اللاعبين يعني انعكاس المعسكر منعكس على الحاله المعنويه بالنسبه للاعبين، وزي ما انت متعود يا كريم انا دايما باخد المصطلح بتاعك الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين، اعتقد بيبقى مردودها احنا بنشوفه في وجوه اللاعبين، بتشوفه على اللاعبين في التدريب، بتشوفه على اللاعبين في كل يعني انت يوم اللاعبين كله موجود معاك، انت اللعيبه بتشوفها في كل الاوقات، فاعتقد الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين يعني انا بيني وبينك اللعيبه عايزه تطول كمان شويه هنا في النمسا، الاجواء ممتازه، الاجواء رائعه، توقيت المعسكر المكان اللي تم اختياره طبعا من قبل إدارة النادي الأهلي اختيار موفق جدا، الإمكانيات المتاحة أيضا في المنتجع والمتاحة في هذا المكان مش مخليك محتاج أي حاجة إن أنت تخرج خارج المكان إلا جولة حرة فقط اللي كانت في فيينا، وأي أمر تاني بخصوص بقى التدريبات الريكفري الحاجات الطبية الجوانب البدنية في أجهزة طبعا موجودة هنا مش موجودة في يعني في سواء في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، فبالتالي
اعتقد يعني مردود هذا الامر على اللاعبين، سواء يعني اللي يعني بتكلم كمان في الساونا وغرف الساونا والاستشفاء بالنسبه للاعبين، اعتقد على افضل يعني امكانيات متاحه على مستوى العالم. الامر ده منعكس على الحاله المزاجيه بالنسبه للاعبين، بيبان مردودها طبعا يا كريم في التدريب في اللعيبه كلها، كل لعيب بيحاول يقدم اوراق اعتماده لمستر كولر. انت عارف ان عندنا اكتر من لاعب في اكتر من مركز، وده عامل منافسه شريفه ما بين اللاعبين. لكن يا كريم واحنا بنتكلم من خلالك ومن خلال قناه الاهلي طبعا ومن خلال مريم، خليني برضه اقربك من صوره اكتر بخصوص بعض اللاعبين طبعا اللي غادروا معسكر النادي الاهلي. يعني بالامس غادر معسكر النادي الاهلي بيرسي تاو للانضمام الى صفوف او معسكر منتخب جنوب افريقيا. اليوم غادر 7 لاعبين من النادي الاهلي للمنتخب المصري، 3 لاعبين للمنتخب الاولمبي، احمد نبيل كوكا ورافت خليل واللاعب حمزه علاء الثلاثي لانضمامهم للمعسكر المنتخب الاولمبي. وغادر ايضا رباعي المنتخب الاول كابتن محمد الشناوي، محمد هاني، مروان عطيه ومحمد عبد المنعم. ومنذ دقائق ايضا غادر اليو ديانج لاعب النادي الاهلي للانضمام الى معسكر منتخب مالي. يعني انت كريم بتتكلم في يعني 7 لاعبين واليو ديانج 8 وبيرستاو 9 وايضا علي معلول اللي هيغادر ايضا معسكر النادي الاهلي للانضمام الى منتخب تونس. انت يعني عناصر من العناصر المهمه والاساسيه بالنسبه لتيم وفريق النادي الاهلي طبعا بتبدا خلاص ان هي تغادر مقر الاقامه ومعسكر الفريق. الامر ده يعني بالنسبه لمستر كولر مدي انزعاج شويه لمستر كولر اللي كان بيفضل بقاء اللاعبين طبعا معاه، خاصه ان فتره الاعداد دي بتبقى الفتره اللي انت بتقف عليها على رجليك طول الموسم، وانعكاسها ومردودها ما بيبقاش على النادي الاهلي فقط ولكن بيبقى ايضا على المنتخبات الوطنيه، منتخب الاولمبي، المنتخب المصري الاول. لكن خلاص تعرف يعني كان استسلام للقرار مستر كولر جهاز فني، ارتقى ايضا يعني برضو المصلحه العليا سواء للمنتخب المصري او المنتخب الاولمبي وايضا للمنتخبات الاخرى. طبعا يعني هو كان يفضل طبعا ان اللعيبه دي تكون موجوده، لكن غادر اللاعبين اليوم وامس. طبعا الفريق من المقرر ان هو يخوض تدريب مسائي اليوم ان شاء الله في تمام الساعه 4:30، وده بالمناسبه كريم هيبقى التراي ماتش للمباراة غدا. وزي ما قلنا مريم بالامس ان النادي الاهلي عنده مباراة غدا بمشيئة الله امام احد فرق المقدمة في الدوري السلوفيني، يعني الفرق واحد من الفرق اللي بتلعب طبعا في بطولة اوروبا. المباراة دي هتكون غدا ان شاء الله في تمام الساعة 5 بتوقيت النمسا، 6 بتوقيت القاهرة. النهاردة طبعا هيبقى تدريب التراي ماتش، هتجرب من خلاله بعض الامور اللي انت عايز تطبقها بكرة في المباراة. يوم المباراة هيبقى فيه تدريب خفيف صباحا لمدة 20 دقيقة، ثم طبعا التحرك الى مدينة جراتس اللي بتبعد عن هنا عن مقر إقامة فريق النادي الأهلي يعني من 25 ل 30 دقيقة. طيب فاروق خليني اسالك بمناسبه مباراه الغد، احنا يمكن بنطمن منك كل يوم عن حاله المصابين كريم فؤاد، اكرم توفيق، وايضا يعني يمكن ياسر ابراهيم، امام عاشور، شفناهم بيؤدوا برامج تاهيليه وشفنا ده كمان يمكن خلفك امس وانت معانا من اللايف. خليني اسالك عن حاله المصابين، يمكن يوم بعد يوم بيبقى فيها مستجدات، وهل ممكن حد فيهم يلحق بمباراه الغد ولا يمكن هناجل شويه انضمامهم للمباريات حتى مباراه اتحاد العاصمه الجزائري؟ هل ممكن هم يلحقوا بيها ولا لسه الرؤيه لم تكتمل بخصوص مشاركتهم في مباراه الغد ومباراه اتحاد العاصمه؟ يعني نقطه مهمه جدا يا مريم، لكن خليني اوضح يعني هذه النقطه. خلاص احنا مش عايزين بعد كده نقول ان كريم وامام واكرم مصابين، لا خلاص المستر كريستيان فينك الدكتور او الطبيب خلاص ادى التصريح بمشاركه اللاعبين في التدريبات والمباريات. مشاركتهم في المباريات بقت يعني امر بيخضع للرؤيه الفنيه المستر كولر. يعني انت طبعا يا مريم متابع معانا كل التفاصيل من البدايه للنهايه. خليني اكد لك خلاص مش يعني مش هنقول تاني خلاص ان اكرم وكريم وامام عاشور في قائمه المصابين. خلاص اللي بتوقع عندنا في قائمه المصابين فقط الكابتن عمرو السوليه اللي بيأدي برنامج التاهيلي وماشي فيه بخطوط ممتازه، ابتدى طبعا بالجري حول الملعب ودخل في مرحله ثانيه طبعا من البرنامج التاهيلي. لكن كافه اللاعبين ياسر ابراهيم، اكرم توفيق، كريم فؤاد، امام عاشور، جميع بيشاركوا في التدريبات بصوره كامله بالتحامات. وزي ما قلنا ان الفحص الاخير من مستر فينك كان بخصوص مش الحاله الطبيه، هو
هو كان بيدي التصريح الاخير للاعبين للمشاركه في الالتحامات والمشاركه في المباريات. اذا اللاعبين من اللحظه اللي انا بكلمك فيها مريم جاهزين للمشاركه في المباريات من اللحظه الحاليه، ولكن يتبقى الرؤيه الفنيه لمستر كولر للاعبين. يعني طبعا الامر ده كمان ان مستر كولر يعني بيستعجل طبعا ان يكون وجود كريم واكرم وامام عاشور في مباراه السوبر. بالمناسبه كان جزء من التكتيك اللي بيشتغل عليه امبارح كان مبني على هؤلاء اللاعبين طبعا في التدريب الامس، لكن مستر كولر مجهز يعني جزء بدني مع تيتسيان اندويا للثلاثي بالتحديد لسرعه تاهيلهم طبعا، ويكون مدى جاهزيتهم ولحاقهم ان شاء الله يكونوا جاهزين. طمنتنا الحقيقه يا فاروق على حاله المصابين، ودايما بتطمنا اول باول وباغلب المستجدات. يعني كعادتك الحقيقه عامل شغل اكثر من رائع انت وفريق عمل شاش قناه النادي الاهلي. الحقيقه بنطمن منكم دايما وبنعرف اخر المستجدات. عايزه اقول لكم ان كل جماهير النادي الاهلي بتبقى مستنيه فاروق هذه التغطيه الخاصه جدا والحصريه على شاشه قناه النادي الاهلي عشان تعرف منها اول باول كل المستجدات الخاصه بالمعسكر الهام جدا للنادي الاهلي في النمسا. بنشكرك جدا زميلنا العزيز فاروق صلاح. كلام جميل وواضح ان الحاله المعنويه يعني في اعلى حالاتها، والمود العام كمان اكيد سهل جدا مساله اندماج العناصر الجديده، العناصر اللي اضيفت مؤخرا لسكواد النادي الاهلي. كنا بنتكلم من شويه بالصدفه برضو على موضوع المعسكر في النمسا والى اي مدى ممكن يعني يؤتي ثماره مع انطلاق بقى المنافسات اللي جايه ان شاء الله. طبعا لعيبه النادي الاهلي خرجوا من الزحام والضجيج اللي مش في القاهره في الماتشات المتلاحمه، وان مفيش ميعاد ما بين الماتش والتاني الى الطبيعه البكر بقى في النمسا والخضره والطبيعه اللي احنا بنشوفها من خلال الصور زي ما حضرتك ذكرت. حتى لعيبه النادي الاهلي زي ما قال زميلنا من شويه ان هم مش عايزين يرجعوا، يعني مبسوطين هناك مبسوطين هناك. بتقول لك هو الاهلي عامل معسكر في الجنه ولا ايه من حلاوه اللي بنشوفه في الفيديوهات يعني. بالظبط يعني وده طبعا يساعدهم جدا جدا على المستوى الذهني. لكن النقطه السلبيه يمكن ان 10 لعيبه مشوا فجاه من المعسكر بسبب فتره التوقف الدولي، والنادي الاهلي الماتش الوحيد اللي هيلعبه ضد فريق اخر، لان شفنا ماتشات او ماتش ما بين النادي الاهلي والنادي الاهلي A وB في الفتره اللي فاتت خلال المعسكر. لكن ان النادي الاهلي يلعب ضد فريق اوروبي ومن في غياب 10 لاعبين، الحقيقه دي هتبقى حاجه مش كويسه بالنسبه لكولر، ان هو نهايه المعسكر هتكون بمباراه بعد كده هيرجعوا الى القاهره. ده مش هيحصل في وجود 10 لاعبين اغلبهم من الاساسيين، ان ما كانش كلهم من الاساسيين، لان كلهم لعيبه دوليين على الاقل خالص رباعي المنتخب الاول والثلاثي الاجنبي اكيد دول من العناصر الاساسيه. لكن يعني كولر عنده حته ثانيه ايجابيه ان الثلاثه اللي كانوا مصابين رجعوا له، منهم الاثنين اكرم توفيق وكريم فؤاد، دول كانوا اغلب الموسم غايبين. صحيح. كولر ما شافهمش ما اشتغلش معاهم تقريبا. امام عاشور كمان الاضافه الجديده اللي هتكون مميزه جدا في خط وسط النادي الاهلي اصبح متاح، فهو عنده فرصه ان هو يجرب العناصر دي بكره علشان ماتش اتحاد الجزائر او اتحاد العاصمه الجزائري في مدينه الطائف السعوديه. الحقيقه مش هيكون ماتش سهل ابدا طبعا، خاصه ان النادي الاهلي بقاله فتره ما شفناهوش في الملعب، على عكس لما كنا بنشوف النادي الاهلي بيلعب بيخرج من موسم يلعب سوبر يخرج من موسم كنا مطمنين على الحاله الفنيه للنادي الاهلي. لكن انت دلوقتي بتتكلم ان النادي الاهلي بقاله فتره ما شفناهوش، هل هيحصل زي ما بيحصل مع اي فريق في العالم ان انت هتبدا الموسم وانت لسه ما وصلتش لاعلى مستوى فني اعلى مستوى بدني، هل ده تاثيره هيكون ايه عليك في ماتش السوبر؟ شفنا مثلا مانشستر سيتي اللي كان كسبان كل حاجه السنه اللي فاتت ماتش السوبر اول ماتش في الدرع الخيريه امام ارسنال كان كسبان وبيعمل كل حاجه، تعادل وخسر في النهايه بركلات الترجيح. علشان كده مهم جدا النادي الاهلي يركز في المباراه الوديه بتاعت بكره، اعتبرها يعني دي البروفه النهائيه قبل المباراه. لعيبه النادي الاهلي سواء في المنتخب المصري او في المنتخبات الافريقيه الثانيه زي تونس وجنوب افريقيا ومالي لازم يخلوا بالهم شويه علشان ما يحصلش اي اجهاد اي اصابه، لان مهم جدا انك تبدا الموسم ببطوله قاريه مهمه خارج الديار ليها. ويمكن ده هيبقى تشالنج على كولر، وبذكر كولر والحديث عنه طبعا كمدير فني شايفين ان هو عمل موسم استثنائي الموسم الماضي ويمكن حصل على افضل مدير فني من استفتاء رابطه الانديه، شايف ازاي كولر كاداء مع اللعيبه بكل الجوانب الخاصه بيه وبدايته؟ احنا شايفين هو بدا بدايه قويه جدا في موسم جديد، هو بقى خلاص هو هيشكل الفريق على حسب رؤيته ويمكن مستلمه بقى من الاول بالمعارين بالصفقات الجديده. شايف ازاي كولر خلال الفتره المقبله، وهل ممكن انه يتكرر تاني ان هو يعني يحصل على افضل مدرب فني بعد ما يمكن ما بداش الموسم مع الفريق وخد احسن مدرب؟ اكيد هيبقى في كلام تاني لما يبدا بقى الموسم من اوله خالص.
هو طبعا يعني جائزه مستحقه جدا لمارسيل كولر. هو تقريبا فعلا احسن مدرب مش بس في مصر، في افريقيا كمان. يعني لو بنشوف جائزه زي جوائز ذا بيست في الفيفا، اكيد كولر هيبقى هو احسن مدرب في افريقيا. ده من حيث مش بس في مصر ولا من حيث طبيعته كمدير فني؟ الاثنين الحقيقه، الاثنين. يعني اي مدرب بتقيمه بحاجتين، الاداء في الملعب وتاني حاجه الانجازات. هو راجل عامل الاثنين. النادي الاهلي انا دايما بتكلم عن الماتش ده، يمكن جمهور ساعات ما يحبش يتكلم عنه، لكن هو كان فعلا نقطه فارقه واكد ان الراجل ده فعلا بيغير وبيطور من نفسه وبيتعلم من اخطائه. هو ماتش سان داونز بتاع 5-2 اللي خسره النادي الاهلي في بطوله افريقيا، بعدها حصل تحول غير طبيعي من مارسيل كولر. ما كانش بيدخل فيه جوان تقريبا في بطوله افريقيا غير هدف يمكن او اثنين من الرجاء ومن الوداد في المباراه النهائيه. غير كده كان ماشي باكتساح طول البطوله، ما خسرش طبعا تاني في البطوله من بعدها، وتاهل بسيناريو خيالي. اول ما طرح اسمه كمدير فني بصدد النادي الاهلي، بصدد التعاقد معاه، في ناس وقفت وقالت لك ايه بالنسبه كمان للمشاركات او استحقاقات النادي الاهلي الافريقيه، فاحنا عايزين مدرب افريقي عنده خلفيه كافيه عن افريقيا وكره القدم الافريقيه، مش قادمه من سويسرا او من اوروبا او كذا. فهو اثبت العكس الحقيقه. الكلام ده كان ينفع زمان في الثمانينات وحتى في التسعينات، لكن انت دلوقتي ما فيش حاجه مختفيه وما فيش حاجه شيء يخفى عن النادي الاهلي وعن الجهاز الفني للنادي الاهلي. انت تقدر دلوقتي تشوف ماتشات لسيمبا عادي جدا تتفرج عليها. زمان كان يقول لك نبعت نجيب شريط من السفاره ونسجل ماتش، لا دلوقتي انت تقدر تتفرج على الكلام ده كله. اصلا تقدر حد يسافر يروح يتابع الفريق ماتشين ثلاثه هناك بمنتهى السهوله. ففكره ان انت محتاج مدرب افريقي علشان يكسب دوري الابطال او الدوري الافريقي بقى الجديد او اي بطوله افريقيه، الحقيقه ده ما بقاش متاح قوي دلوقتي او ما بقاش ميزه دلوقتي. نجحت مع بيتسو موسيماني لانه كان جاي في توقيت معين وكان لازم يبقى عارف المنافسين مش بس عارف النادي الاهلي. لكن مارسيل كولر اثبت فشل النظريه دي، او اثبت عدم يعني استمرار صلاحيه النظريه دي، ان هو مش لازم يبقى مدرب درب افريقيا قبل كده. وقابله على فكره ريني فايلر برضو عمل نفس الفكره، ان هو قدر يوصل بالنادي الاهلي للسيمي فاينال دوري الابطال، ولولا طبعا الكورونا والتوقف اللي حصل كان ممكن يكمل وهياخد برضو البطوله زي بيتسو وموسيماني. فهو كولر الحقيقه يعني هو فعلا يستحق التجديد في النادي الاهلي، يستحق ان هو يستمر لسنوات تانية، يستحق يكون مشروع مميز للنادي الاهلي في سنين. يمكن ناس كتير بدات تقارنه بالمدربين اللي عملوا انجازات كبيره في النادي الاهلي. طب يتقارن بيه جوزيه؟ بالظبط، ده الاب الروحي بالنسبه لجمهور النادي الاهلي وبالنسبه لمدربين النادي الاهلي. هو لو هتختار انجح مدرب في تاريخ النادي الاهلي على مستوى الاجانب وحتى على مستوى المحليين، اكيد كلنا هنختار او اغلبنا يعني عشان الاختلاف في وجهه النظر، اكيد مانويل جوزيه. فانك تبدا تقارن مارسيل كولر دلوقتي بمانويل جوزيه، الحقيقه دي حاجه مهمه صعبه تتحط على عاتق هذا الرجل، ان هو عارف ان هو دلوقتي بيقارن بالمدرب الاكثر نجاحا في النادي الاهلي. وهو لو فضل ماشي بنفس المعدل ده، وطبعا ده معدل خيالي ان هو يكسب كل حاجه كل سنه، اكيد هيقدر يقرب من مانويل جوزيه اللي هو. بمناسبه سيمبا التنزاني والحديث عنه، شايف ازاي المباراه الافتتاحيه في السوبر ليج مع النادي الاهلي امام النادي الاهلي؟ اكيد هيبقى مواجهه قويه، يمكن البطوله بتضم يعني اكبر او اقوى 8 فرق في افريقيا. ولو بقى رحنا نصف النهائي، لان احنا دايما بيبقى عيننا على البطوله في اول نسخه ليها، لو رحنا نصف النهائي عندنا برضو مواجهه مع سان داونز، واحنا يعني شويه بنبقى عارف مباراه ند بند بتعمل لها حسابات كبيره جدا. فخليني اعرف رايك عن سيمبا التنزاني وسان داونز. طبعا خلينا نبدا الاول بسيمبا. سيمبا طبعا مش فريق سهل زي ما البعض قد يتخيل، يعني كسب النادي الاهلي مرتين قبل كده في ملعبه بنفس النتيجه 1-0 في دوري الابطال، وبالتالي انك تستسهل الماتش ده حاجه هيبقى اكبر خطا يبدا بيه النادي الاهلي الموسم والبطوله الجديده المستحدثه. لازم يكون في اعداد يعني بنسبه 100%، كانك هتلعب ريال مدريد مش كانك هتلعب سيمبا، لان لو اللاعبين او الجهاز الفني قال سيمبا ده ماتش علشان بعد كده نلعب مع سان داونز، لا مش هنوصل لسان داونز، لان انت في بدايه موسم لسه ما وصلتش لاعلى فورمه فنيه وبدنيه، وبالتالي ممكن لا قدر الله يحصل تعثر هنا او هناك امام سيمبا تغادر البطوله. وبالتالي لازم النادي الاهلي يخوض المباراه كانها هي دي المباراه النهائيه. لازم طبعا الجهاز الفني للنادي الاهلي عارف الكلام ده كويس، لكن سيمبا الحقيقه مش فريق زي ما البعض قد يتخيل ان هو فريق سهل. كمان عنده لاعب بيعرف كل حاجه عن النادي الاهلي لويس ميكسوني، وهو حتى كتب ان هو متشوق جدا لمواجهه الاصدقاء القدامى في النادي الاهلي لانه كان لاعب في النادي الاهلي طبعا. وهو تالق قبل كده، هو سجل هدف الفوز لسيمبا قبل كده على النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. فهي الحقيقه الماتش صعب وملعبهم صعب والاجواء بتاعته صعبه كمان، فالنادي الاهلي لازم ياخد المباراه دي بجديه فوق
القصوى كانه بيلعب سان داونز او الوداد. اما مباراه سان داونز بعد كده ان شاء الله يعني لو النادي الاهلي قدر يتاهل ده الماتش اللي انا عايز اشوفه لمارسيل كولر الحقيقه. كلنا مستنيين لكولر تحديدا لان نشوف انا من شويه كنت لسه بتكلم ان هو اتعلم من ماتش الخمسة 5-2 ان هو لعب الماتش بطريقه غلط. مباراه الاخذ بالثأر بقى يعني اكيد يومها. طبعا يعني اي فريق بيفكر في الفكره دي ان هو لما يخسر من فريق يرجع يواجهه تاني بدافع الانتقام زي ما شفنا احداث كتير قوي في العالم وفي اوروبا في السنين اللي فاتت. فكولر تحديدا انا عايز اعرف هيلعب ازاي مع سان داونز خارج ملعبه لانه لعب غلط السنه اللي فاتت وقدر يهاجم بشكل غريب. وعلى فكره كان ممكن الماتش ده يخلص 4-4 و5-5 لان النادي الاهلي ضيع كميه فرص غير طبيعيه وفي القايم وفي العارضه وانفرادات لكن في النهايه كان بيستقبل الاهداف. فالماتش 5-2 بس ما كانش معبر قوي عن سير المباراه. فهل كولر هيلعب بنفس الطريقه دي ان شاء الله لو النادي الاهلي تاهل الى نصف النهائي وان شاء الله سان داونز ما يتاهلش الى نصف النهائي لانه هيبقى منافس صعب جدا. لكن طبعا هو الطرف الاقوى افضل من بيترو اتلتيكو فان شاء الله هتبقى مباراه يعني افريقيا كلها بتستنى دلوقتي ماتشات الاهلي وسان داونز. وبعدين انت عندك كمان في النهائي لو الوداد قدر يكمل مشواره ممكن تكرر نهائي دوري الابطال اللي اخر سنتين مع الوداد وتلعب ضد الوداد في النهائي. فهي البطوله يعني واضح انها تجيب همها للكاف لان هي حاطين جوائز عملاقه على المستوى المالي طبعا. فهتبقى منافسه ان شاء الله قويه جدا. نتمنى النادي الاهلي يفوز. احنا كان نفسنا نكمل كلامنا معاك الحقيقه يعني شرفتنا ونورتنا ولكن للحديث بقيه. اكيد كنا هنتكلم معاك عن المنتخب وعن الدوري السعودي صفقه صلاح ولكن ان شاء الله يعني تنورنا مره ثانيه علشان نتكلم اكتر في الامور دي كلها ان شاء الله. بشكرك على وجودك معانا وان شاء الله ملحوقه للحديث بخير. شكرا جزيلا. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه ونشوفكم على خير بكره ان شاء الله. صباح الفل عليكم.